السلام عليكم. اليوم غنقوم بواحد تجربة، غنطلب الأكل من الأغنياء وغنطلب الأكل من الفقراء. تفتكروا مين حل اللي حيساعدني؟ وما تنسوش تكتبوا لنا تعليقات مين اللي حيساعدنا، وحقوم بتوزيع 100 وجبة و10,000 جنيه. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم؟ الحمد لله يا عمي. انا جيعان، عايز اكل. لو عندك حبة. انا والله يابا ما عنديش اكل والله. انت منين يابا؟ انا من المغرب يا عم. احسن ناس يابا والله. الله يبارك فيك، احنا اخوات يا عم. عكش اكل يابا. عايز اكل ما اكلتش من الصباح والله. احول الله يا رب، احول الله يا رب. والدنيا قرفة ايه؟ اي حاجة والله يابا. بص انا يابا والله ما معايا غير 10 جنيه، خدها يابا هات اكل. 10 جنيه؟ اه والله. هتجيب لي ايه؟ اقدر اشتري ايه ب10 جنيه يا عم؟ هنا هتروح عند المطعم اللي هناك دوت، هتجيب لك 5 سندوتشات فول وشوية بالليل. تعالى عدت عليا، ناس بتجيب لي اكل، بقى تعالى كل معايا. ماشي يا عمي، جزاك الله خير. حد ما ربنا يفرجها علي وعليك. جزاك الله خير يا عم. نقسمه سوا يعني. ممكن انا معك هنا يابا؟ تشرفني فوق يا عمي. انا في الشارع. ممكن ماشي يابا مكانك. ماشي يا عم. فوق راسه. جزاك الله خير يا عم. جزاك الله خير. السلام عليكم يا عم. السلام عليكم يا خويا. عليكم السلام يا ابو. فاكرني يا خويا؟ ازيك يا ابو؟ الحمد لله. ايوه جبت الاكل يا عم. انا والشفا يا ابو. الله يبارك فيك يا عم. كنت من على السقاله ورجلي وجعان شويه كده، فاك شرخ بس مش عارف. الله يشافيك يا عم ويعافيك. لا يا عمي حناكل مع بعض، ما تقوم يا عم. يلا انا شويه كده، واي حد يجيب لي اكل يعني ما تقلقش. قوم يا عم. ما بينساش حد. لا الله اكبر، ربنا ما بينساش حد. الله كبير والله كريم. دينا معايا وربنا يكرمنا يعني، ما تقلقش. انا شغال باليوميه. ايوه بس ربنا ان شاء الله يرضينا، ما تقلقش. يلا يا عم قوم ناكل لقمه. يا عم انا الحمد لله مش قادر والله. كل عايزين ناكلوا مع بعض يا عم. قوم يا عم اصحيك. يا الله يا الله يا الله. الله المستعان. الله المستعان. اقعد جنبك انا. يا الله الله المستعان. يا دين دول يا بابا؟ دول صحابي يا عمي، ما تخاف. التلفزيون ده ولا ايه؟ ده ايوه تلفزيون يا عم. يعني انت مش مغربي ولا انت ايه؟ انا اخوك مسلمه صح. جبت بال10 جنيه يا عمي. ربنا موجود، بقول لك ربنا موجود، ما تنساش حد يا عم. الحمد لله يا عمي، كلنا زي بعض يعني. الحمد لله. خد يا عم، خد خد من يدي يا عم، خد. ما تحرمش منك. امين يا حبيبي، امين. بسم الله. مش قلت لك ربنا ما بينساش حد؟ ربنا كريم والله. ربنا كريم والله. وانت ايه قصتك هنا؟ ليه انت قاعد هنا وليه يعني؟ اخويا انت اسمك ايه؟ عبد العزيز. اخوك عبد العزيز. والله يا ابو عزيز عمي الله يصلح حاله بقى. امين يا رب. مش هقول غير ان الله يصلح حاله. امين يا رب. ابويا الله يرحمه لما مات، لا حول ولا قوة الا بالله. كانت مهدية تعمل عملية. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على الورث بتاعي، الشقة اللي كنت قاعد فيها انا وامي. بالله عليك ما تبكيش يا عم، بكيتني والله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الشقة بتاعتي اللي انا قاعد فيها انا وامي الله يرحمها، عشان ما كانش معانا فلوس اعمل فيها العملية لامي. الله يرحمها ماتت وطردني من البيت. انا شغال باليومية وقعت من على السقالة من يومين. لا حول ولا قوة الا بالله. الشغل ولا بعرف اعمل حاجة. ما تبكيش حبيبي، الله معاك والله كبير، ما بينساش حد والله، ما بينساش حد. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايوه كده يعني، ده ربنا حيجازيك على كل خير اتعمل فيك. يعني انت المفروض ان هو ابويا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا رب. يعني يعمل كده في اخواته يعني؟ مش عارف. خلاص الناس بقت بتاكل في بعضها.
ناس بتاكل في بعضها ابو عزيز، الدنيا ما عادش فيها امان خلاص. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا كبير، وعلموني صنعه وبقيت بشتغل والحمد لله. ربنا كبير يعني. السنولة ان انا وقعت على رجلي وانا عايز انا بقى لي يومين، بس ولاد الحلال برضو بيرعوني، ربنا ما بينساش حد. ربنا ما بينساش حد والله، ربنا ما بينساش حد. لله الحمد والشكر. تروح معايا للفندق؟ انا ساكن فندق. تروح معايا للفندق؟ انا هنا الحمد لله الناس كلها هنا بتراعيني والحمد لله مرضية والله، وألف حمد وشكر لله والله. لله الحمد والشكر، ربنا كبير ما بينساش حد. الحمد لله. عايز أديك حاجة وساعد بيها نفسك، ماشي حبيبي؟ لا لا يا عبد عزيز، بص. لا يا عمي، أقول لك حاجة، أنا ابن أصول عبد عزيز وعمري ما أخد فلوس ما اشتغلتش بيها. يا عمو دول ألف جنيه. لا والله، لا والله عمري ما أخد فلوس أنا ما اشتغلتش بيها. يا عمو دول اعتبرهم يعني مساعدة من أخيك، مش يعني صدقة أو حاجة. والله عايز أساعدك بس يا أخويا، والله ما ينفع، أنا ما اشتغلتش بيهم، أنا ما أقدرش أخدهم. يا عمي لا، أبويا الله يرحمه وأمه علمتني كده. يا عمي لا، خد دول على الأقل ساعد بيهم نفسك. صعب عزيز، ما تحرجنيش أكتر من كده. أنا خلي أبا فلوسك معاك وانا الحمد لله مرضيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا عم انا اما اروق ابقى اجي لك اشتغل لك في اي حاجه انت عايزها وابقى حاسبني، وان شاء الله رب العالمين نشوف لك شغل. يعني انا بعرف اصحابي هنا واكلمهم على شغل في النقاشه، في النقاشه في المعمار او كذا. النقاشه انا معاك، ولو احتجت اي حاجه انا صنايع اعجبك يعني. يا عمي اخر اخر عرض، خد فلوس ساعد بيهم نفسك على الاقل. خد يا عمي، خد يا عمي بالله عليك يا عمي، خد خد يا عمي، كلنا اخوات وكلنا البعض يا عم. الحمد لله وجزاك الله خير، والسلام عليكم، واشوفه بخير ان شاء الله. السلام عليكم يا عمي. السلام عليكم يا اخويا، بالله عليك انا جيعان عايز اكل يا اخويا، انا ما اكلتش امبارح. بالله عليك اكلني يا اخويا، الله يبارك فيك يا عمي، عايز اكل. لا حول ولا قوة الا بالله يا عمي، عايز اكل يا عمي، عايز اكل يا راجل، اكلني يا صاحبي. لا حول ولا قوة الا بالله يا اخويا، يا اخويا انا جوعان عايز اكل، الله يبارك فيك يا اخويا، بالله عليك يا اخويا. امين يا اخويا، بارك الله فيك يا اخويا، شكرا. السلام عليكم. يا ازيك يا عمو؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ اكلت ولا لسه؟ تغديت ولا لسه في المطعم؟ يا عمو صحة وعافية، جبت لك وجبة وصحة وعافية. ماشي يا عمو. أنت كله تمام؟ تمام. بخير؟ الله يبارك فيك، متشكرين يا عمو. السلام عليكم ورحمة الله.